1934 من عمر الحراك أكثر من 8 شهور، والجزائريين يخرجوا بنفس الإصرار وبنفس السلمية. هذا الأسبوع 34 من عمر الحراك شعار الجزائريين والجزائريات: لا لبيع لا لبيع البترول، لا لتعديل قانون المحروقات، لا لقانون المحروقات، لا لحبس النشطاء السياسيين وبقائهم كرهائن في السجون الجزائرية. على هذه الجزائريين اللي خرجوا اليوم بنفس العزيمة وبنفس التصميم يقولوا باللي ما نقبلوش باش تكون هناك انتخابات بهذه الطريقة برموز النظام السابق، وفي نفس الوقت يؤكدون باللي في هذه المرحلة من تاريخ البلاد للحكومة غير شرعية، برلمان غير شرعي، ويقولوا لنا الدستور وهذه حكومة تعتسير الأعمال، يحبوا يغفلونا باش يمروا قانون تاع المحروقات لإرضاء لأنظمة خارجية ربما باش تساعدهم في تسيير هذه الانتخابات وتوقف معهم. على هذه الجزائريات والجزائريين اللي خرجوا اليوم في الجمعة 34 شعارهم: لا لقانون المحروقات من طرف حكومة غير شرعية، يطالبون بإطلاق سجناء ومعتقلي الرأي اللي هم رهائن، وفي نفس الوقت يصرون على الاستمرار في مسيرتهم السلمية الحضارية، وكلهم صبر وثبات ووحدة بين كل الجزائريين والجزائريات إلى أن تتحقق مطالبهم المشروعة.